السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في برنامج 24 جراد. فقرتنا الأساسية هي فقرة ترند. الليلة حديثنا عن التنمية البشرية وفي نفس الوقت عن زواج القاصرات. يعني أسعد داخل الاستوديو أن يكون معي دكتورة إسراء شبيكة، هي أخصائي نفسي ومدرب تنمية بشرية وأيضا مدير مركز أكيوتيك للتدريب. مرحبا بك. مرحبا بك وسعد مساك، مساء الخير على كل اللي بيشاهدونا عبر سودانية 24، ومساء مختلف إن شاء الله وجميل ونكون خفيفين شوي على الله يديك العافية. خلينا الليلة يعني حوارنا يكون عن زواج القاصرات. مبدئيا كده نعرف المشاهدين شنو يعني شنو زواج القاصرات. يعني زواج القاصرات بيبدأ من طبعا هي دراسات، في دراسات بتقول من 13 إلى 18 أو 19، في دراسات بتقول من 9 ل 18 أو 17. والمقصود منها في الأساس إنه فترة عمرية معينة اللي هي بين من مرحلة الطفولة بتمتد لمشارف مرحلة المراهقة. ففي المرحلة العمرية دي بيتم زواج في الأغلب هم الإناث. بيتم زواج الطفلة لشخص ما يعني. النسبة أكبر لا في رجال طبعا، في بعض هي المسألة دي انت طبعا هنتكلم احنا قدام هنقول مرتبطة بالعادات والتقاليد والى اخره، فبنلقى برضه في، لكن هي في الاغلب او 90% منها نقدر نقول للإناث يزوجوهم في الفئة العمرية دي تحديدا. تمام. مدى انتشاره قدر شنو في السودان؟ يعني احنا السودان قاعدين نسمع بقصص كثيرة شديد، لكن مدى انتشاره لياته مدى في السودان؟ انا دائما قاعد احب لما نتكلم عن المواضيع اللي عندها علاقه بحاجات السوشيال عموما انه احنا نقسمها. احنا طبعا لانه في النهايه احنا بنتكلم عن السودان، ما نتكلم عن عاصمه ولا بنتكلم عن ولايه او اقليم او قريه. يمكن هو منتشر بنلقاه في القرى والارياف اكثر من المدن والعاصمه. وده عنده طبعا اسبابه الاجتماعيه، انها هي ثقافات ومواريث، وبنلقى انه يعني حاجه عندها علاقه بثقافته، طريقة تفكيره، رؤيتهم ذاتا للمرأة، طريقة التعامل معها. حتى بنلقى مثلا ممكن يكون الشخص المعاملية دي تمت مثلا ممكن تكون في واحدة من الولايات أو العاصمة، لكن لو رجعنا هنلقى إنهم هم ثقافتهم أو حدثهم جاي من منطقة محددة. وده عنده علاقة برضو بمدى الوعي والثقافة والإدراك ومفهوم الزواج نفسه. يمكن السؤال اللي بيطرح نفسه، أنت هتتزوج ليه؟ صحيح. ما المقصود بانك انت تتزوج او انت حتتزوج عشان تحقق شنو؟ فبيبدا الزواج وشكل الاختيار نفسه. انت مفترض تختار الشخص من اللي ينفع انك ترتبط به او تتزوجه من الطرفين يعني. فبيبقى فكره الزواج الاساسيه انه الشخص بيتزوج بالنسبه للشباب، انه يحفظ الشباب، بانه يحقق نوع من الاستقرار، يكون اسره، يكون اسره، يجيب اطفاله وتمتد الحياه والناس تستمر. هل زواج القاصرات بيحقق المضمون ده؟ طيب ما هي المخاطر اللي ممكن تتعرض لها الفتاة؟ لكن ما كيف السبب؟ يعني في ناس بيجي يقول لك يا اخي والله يا اخي نحن ما دارين بنت تكبر عشان ما تخش في المجتمع، عشان يحصل شنو، عشان ما تحصل لها حاله قدام، بيكونوا خايفين بس من جانب واحد. هو تقريبا يعني يمكن تكون كل الدراسات اثبتت مساله المخاوف والنظره السلبيه تجاه المراه نفسها. هي النظرة عبارة عن شنو؟ هي في النهاية النظرة دي منطبقة عليها كإنسانة ولا مثلا كفكرة بتاعة سوشيال ولا فكرة بتاعة سكشوال ولا فكرة بتاعة شنو هي بالضبط يعني الفكرة الأساسية. مرات بتكون الثقافة، بدأ يحصل وعي يمكن في السنين الأخيرة لأنه بقت المخاطر واضحة. يعني إحنا بنعرف تماما إنه زواج القاصرات بيحقق نسبة أكثر من 75% من مشاكل الولادة. وقد الطفل يصل مرحلة إنه يكون في حضانة أو يتوفى، ودي بقت بصورة واضحة. يعني بتلقى مثلا إذا كانت المنطقة سين من الناس بيزوجوا البنات في عمر صغير، بيعانوا القاصرات هم اللي بيعانوا في طبعا مرحلة أيوة الزواج. الزواج في مرحلة الولادة يعني أيوة في مرحلة الولادة بنسبة كبيرة جدا إنه الطفل بتحصل له مشاكل، وهي الأم نفسها بتحصل لها مشاكل. حتى لو عملية الحمل تمت بسلام بنلقى إنه الطفل بعد ما يطلع هم أكثر من الفوكس مثلا العشرين، هم أكثر يعني نسبتهم أكبر بكثير. فبنلقى إنه بدوا يفهموا إنه البنات اللي بيزوجوهم صغار ديل بيتعرضوا لبعض المخاطر، والموضوع ده بدا يخلي في نوع من الوعي، وفي ناس فقدوا أطفالهم، في ناس فقدوا أرواحهم، حصلت بعض المشاكل، وبدا يبقى في ثقافة بالمعايشة أكثر من ثقافة بوسائل إعلام أو إرشاد نفسي أو منظمات توعوية وصحية إلى آخره.
على حسب مجالك وانت يعني برضو ممكن تكوني عندك خبره في المجتمع يعني بدر شنو نحن نسبه الارتفاع عندنا بتاعت حالات الزواج بتاع القاصرات في السودان؟ والله هي نسبة كبيرة. نسبة كبيرة نسبة كبيرة لكن دائما انا يعني ما بحب اتكلم بارقام وانا ما متأكدة منها طبعا لكن هي النسبة اجتماعيا كبيرة ومش بس كبيرة احنا عندنا مفهوم حتى الوحدة بعد ما تتم الكم 20 24 25 بيجيها فوبيا اذا ما تزوجت او المجتمع بده ينظر لها نظرة انك انت كبرتي والمفترض انك ما تتزوجي. شوف احنا نتكلم عن فكره الزواج كده في ثواني مين 200 انا مفترض اتزوج بالضبط العمر الامثل بتاع الزواج. الدراسات بتقول انه الاعمار الانسب بعد ال 20 سنه او 19 سنه بمفهوم انه مرحله المراهقه تمتد لل 20 سنه صحيح كويس عدي 21 ايوه بعد تحدي ال 21 سنه هو الفكره الامثل. حتى الفرق بين الزوج والزوجه الدراسات كلها الانسانيه والنفسيه بتقول والاجتماعيه انه الافضل الفرق بين 3 ل 5 سنة وقد تمتد الى 10 سنة. طيب جاني زول قال لي والله يا دكتورة 3 ل 5 سنة 3 ل 5 سنة بين ده الحاجة المناسبة انه وقد تمتد ل 10 سنة. يجيني زول يقول لي والله يا دكتورة يا اخي انا بتقدر تتزوج وعمره 20 سنة والزول ده عمره 50 سنة. حصل في فرق بين الاحتياج وفي فرق بين المشاعر والاحساس. الفكرة بتاعت الزواج هي كيمياء. شخص بتحس انه هو بيكملك افكاره معتقداته ثقافته دينه اسلوبه طريقته. اذا كانت اجتمعت الاشياء دي انا من ناحيه تخصصي بقول انه نازل نفسيا مستقرين ومرتاحين مفترض الزيجه دي تتم وقد تكون انجح من الزيجه الممكن تمت عليها الدراسات. خلينا نقول طيب الفتاه بتين بتكون جاهزه للزواج يعني البيولوجيا كده حاجات بتين بتصل مرحله النضج بتاعت انه هي تكون جاهزه للزواج يعني هي تقريبا بعد سن ال 21 سنه ممكن الفتاه تكون جاهزه للزواج نفسه. لكن المعايير الاجتماعيه هي اللي بتاثر في معتقداتنا وطريقه افكارنا وحتى رؤيتنا للزواج. يعني انا مثلا الناس كلها من عمر 13 14 سنه الناس اللي حولها والبنات اللي حولها في الاسره او في المكان بيتزوجوا. هي وانس ان وصلت 21 22 حتفتكر ان هي فاتت السن المفترض انها تتزوج فيها. وبتبدأ تفكر بالطريقة دي بالإضافة لأنه الزواج يصبح هدف ما هدف لأهدافه الشرعية أو الاجتماعية هدف للتخلص من شكل الحياة الأسرية. الحياة ضاغطة ظروف اقتصادية صحيح. يكون مثلا أحد الوالدين قاسي مفر تحقيق لأحلام وطموحات ما قدر توفيرها داخل البيت قد تصل إلى أبسط متعلقات الشخصية. فيبقى الزواج هو هدف لانه الشخصيه دي عايزه تتزوج عشان تحقق حاجاتها. بعدك بيحصل الفشل ويمكن دي اللي بتزيد معدل نسبه الطلاقات لانه مفهوم الزواج نفسه ما بقدر اقول لك الزوله برضه بتخش في مرحله نفسيه بعد ذلك بيكون في اثر نفسي شديد على الزوله القاصرات يعني بيوصلوا مرحله بعد شوية تلقاهم مثلا اتطلقت في عمر صغير جدا ودخلوا في حياه يعني مثلا نفسيه. مدى اثر الحياه النفسيه اللي ممكن تتعرض عليها القاصره يعني طبعا بس. يعني انا دائما بيقولوا علي اني ما قاعده اطمن لكن يعني انا بتكلم عن واقع يعني بعد الطقوس الجميله الحلوه بتاعت الزواج الناس بتتفاجئ بحقيقه الزواج. الزواج عباره عن حقوق وواجبات والتزامات مفترض انت تقوم بها. الزواج هو اختلاف بين اثنين تربوا في بيئات مختلفه حتى لو كانوا اولاد خالات او عمات بطبايع مختلفه يحتاج وقت طويل جدا عشان يتأقلموا على بعض. الشخص اللي بيشاركك اكلك شرابك مصروفك تتصرف مرتبك وزي ما يشيلوا منك صح. مكان نومك بيتك حاجاتك بتاخذ وقت بين الشد والجذب الاختلافات الفجأة بتكتشفها. فنحن طبعا كلنا عارفين انه السنين الاولى او بالذات الخمس سنين الاولى من الزواج بيحصل فيها كثير من المشاكل النفسيه والفسيولوجيه والاجتماعيه النسابة والقصص دي فيسيولوجية الحمل والولادة والمراحل المختلفة اللي بتمر بها الزوجة نفسيا فكرة التأمل والتعمق في العلاقة وقبول الآخر قد الناس ترتبط بحب عشان يعمل لقيتك انت والأفكار اللي قاعدة تجي الكلام ده كله هي إمكانيات شنو؟ القاصرة دي إمكانيات شنو؟ هل مستوى العمر الزمني والعمر العقلي متناسبين؟ دائما قاعد اقول الجسم بينمو بالاكل والشراب العقل بينمو بالتعلم. التعلم ما بنقصد به جامعي دكتور او الى اخره لا التعلم هو المراحل العمريه اللي انت بتمشيها
انت سافرت بتتعلم، انت قعدت مع اثنين بتونسوا بتتعلم. صحيح. اي فكره بتدخل الدماغ بتمثل عمر زمني، عمر عقلي. فبنلقى الفرق كبير جدا في مستوى العمر العقلي والعمر الزمني، فقدرتها على تحمل الاشياء وطريقه حلها والطريقه اللي حتفكر بها واللي حتقنع بها نفسها عقليا عشان تستجيب بها بنلقاها ما فيها اي نضوج. بالاضافه لانه حتى قدرات الحسيه المرحله دي احوج ما يكون فيها الطفل دائما. احنا قاعد اقول انه مرحله المراهقه، يعني احنا بنمر بالطفوله الطفوله المبكره، الطفوله المتاخره، مشارف المراهقه، مرحله المراهقه، مشارف مرحله الشباب. الفتره بتاعت المراهقه ومشارف الشباب دي احوج ما يكون الطفل للام والاب، بالذات اذا كنا بنتكلم عن انه مثلا الطفل او القاصر، يعني خلينا نقول انا حابه اقول مصطلح الطفل. ايوه اقرب يعني للنفس. في انها هي يعني طالعه من البيت، من يعني تربت على الدميه، فجاه كده تصحى تلقى روحها في بيت مسؤوليه وشايله بدل طفله، شايله بدل دميه طفله بترضي فيها. ايوه يعني. وبتربي فيها ومفترض تقوم بكل واجباتها. عمليه الحمل والولاده والتربيه والرضاعه عمليه شاقه، ويتكلم عنها الدين الاسلامي وبنعرف عنها الكثير، يعني محتاجه عمر زمني، محتاجه بنيه جسميه، محتاجه مقدرات حسيه، محتاجه مقدرات فكريه. المقدرات دي كلها بتتلاشى، بيبقى انه الطفله في المرحله دي او القاصر في المرحله دي بيكون امام خيارين، تخضع ويجعل حساب نفسياته ولحد ما يعني شخصيته تتلقي وتكون يعني مكللة ومكممة بالآلام والوجع وعدم الرضا عن الحالة دي وتستمر، لأنه الثقافة هل في علاجات أول حي انتهت. هل في معالجة للموضوع ده، إنه زول القاصرة دي مثلا لو حصل لها أي شيء وبتاع هل ممكن يتعالج هو الموضوع؟ بس الحاجة اللي حتحصل إنه يعني مثلا إذا في ثقافة زي دي، يعني إنه الناس بتتجه لأخصائي نفسي بيبدأ بيتعامل معاها، بيفكر معاها في حلول. لكن أنا بتكلم لك عن قدرة، انت شخص ما عندك قدره او بنيه جسميه او نفسيه او فيسيولوجيه، ما في شخص بيقدر يقدم لك الحاجه دي. يعني هي مساله عندها علاقه بالامكانيات، بسمات الشخصيه نفسه، بتطور الشخصيه. انا لسه في مرحله نمو، انا لسه حاجاتي ما اكتملت، ما وصلت النضج كويس. يعني احنا حتى في القانون بنلقى فيه حاجات كثيره الا بعد سن ال 21، حاجات كثيره الا بعد سن ال 18. في نقطه النضج دي القاصره او لما تتزوج تمام بتتحمل مسؤوليه، وخلينا نقول انها بتتحمل مسؤوليه بتاعت تربيه اطفال حقيقي. هل حتكون قادره انها هي تربي اطفالها دي بطريقه بتاعت نضج وتوصل لهم كل المعلومات؟ ما حتقدر صح؟ انا قاعد اقول دائما الطفل بينمو بطريقتين، الاكل والشراب والسلوك التربوي. الاكل والشراب والايام بتكبر الطفل صحيح، ما هو الناس دي بتاكل وبتشرب والايام ماشيه والعمر ماشي، حيقولوا تم سنه واثنين وثلاثه واربعه. لكن بنلقى فيه مشاكل كثيرة، مشاكل سلوكية، بنلقى إنه حتى لو ما في مشاكل سلوكية في الأول بيكون في الثاني، حتى الناس اللي حولها لو ساعدوها في عملية التربية بنلقى الموضوع هو ذاته مؤثر هي عليها نفسياً. فالزواج القاصرات هو زواج أيوه موجود، وطبعاً الناس بتستند فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة، وده وضع مختلف وعنده ظروف مختلفة وعنده أجندة مختلفة إحنا ما بصدده. لكن كل الدراسات كل الأوضاع أثبت إنه الموضوع ده إنسانياً المرأة ما بتمتلك القدرة الكافية لتأسيس حياة بسيطة طبيعية تقدر فيها تقوم بكل التزاماتها. يعني إذا كنا بنتكلم عن الطفلة وهي يعني يعني زولة في مختبر العمر وهي دايرة مثلا بتحلم، يعني بيرسلوا لها الرسائل دي، يعني أهل الناس اللي حوالينا بشوف أهلها وأمها مثلا في مختبر العمر هي قريبة منها، يعني بتقول لك يا أخي أنا دايرة أولادي دي اللي يكونوا يقدروا يتعايشوا معي، يعني بعدين ما اكون انا في فريق سن. ايوه يكبروا معي، يكبروا معي. ده طبعا الحقيقه طوالي قاعد تحصل. انت الرجال صح؟ اي تقول لهم دار اي دار اكون صاحبتهم، دار اطلع معاهم ودار انزل معاهم. دي الفكره، دي الفكره. ممكن تكون في سن الكم و20 يعني. حتى الابهه تقول لك يا اخي انا دار اتزوج صغير عشان انا اولادي يعني بعد فتره اقدر اصاحبهم يعني. بس احنا لو شفنا الاحصائيات العمريه بين اول واحد في البيت واصغر واحد بنلقاه ابوات 15 ل 20 سنه. صح؟ صحيح؟ هي دي نفس الفكره. لو انت زوجت في السن الممكن نسميها سن فيها كثير من النضوج بنلقاها، انت الفرق بينك وبين الطفل الاول هو العدد ده. بعدين ان كبر ولدك خاوي ما بتجي بالاعمار، يا ناس قريبه من بعض في الاعمار وفي الاسر. صحيح. لكن جافيه جدا في احساسه ومشاعره وطريقه تفكيره وتقبل فكره الولد ده انه ربوا ابنائكم لزمانهم غير زمانكم، ما موجوده.
بتعامل معه بنفس عقليتي بنفس ثقافتي بنفس مواريثي، برفض قبولهم كشباب حاجاتهم دي عندي فيها 100 راي، ما بنزي سن حتى عشان افهم الحاصل. الفكره الاساسيه ما الفرق بين الاعمار، هو الفرق بين العقول. صحيح. والتقديرات العمريه بتبقى حاجه ثانويه، لكن الحسيه والعقليه هي الاساس في الموضوع ده كله. طيب رايك شنو في القانون اللي طلع الساخير، يعني انه هو عن زواج القاصرات، يعني رايك فيه شنو؟ يعني والله طبعا هي القوانين اللي بتسن عموما في قانون الطفل، قانون القاصرات، القوانين اللي بتتجدد هي بتخدم فئات معينه. كويس. انت الدراسات الانسانيه والنفسيه دي بتختلف من الفكره بتاعت القانون، لانه القانون ما بيتعامل بالاحساس. يعني انت لو جبت جريمه واركانه موجوده، احنا برضه نصح المعلومه، هو ما القانون الاخير، هو قانون الاحوال المدنيه، هو الماده 40 تقريبا. أيوة. هو نفسه يعني بيسمح بزواج الطفله بعشر سنوات يعني. ايوه ما انا عشان كده قلت لك، يعني مثلا لو عندنا جريمه اركانه متوفره، جيت قلت والله انا قتلت الزول ده انا ما كنت حاسه، او كنت مثلا الجوانب الحسيه دي بتتلقي مع القانون. كويس. في كثير يعني زي ما بقول لك ياما في الحبس مظالم، فالفكره بتاعت القانون بتختلف تماما من الدراسات الانسانيه. قد يجي وقت زي ما استنى القانون، قد يجي وقت ثاني يكتشفوا انه الدراسات دي كان فيها جرم على الانسان في الفئه العمريه دي، ويتغير ويتعدل القوانين مره اخرى. يعني فهي عندها ظروفها وملابساتها وتفاصيلها وحاجاتها، اكيد احنا عندنا فيها راي، واكيد احنا بنشوف انها ما مناسبه. صحيح. لانه حقيقه انا الليله لو جبت اي اب واي ام قلت لهم يا اخي، حتى لو هم اضطروا يعملوا العمليه دي حيكتشفوا فيما بعد انه المقدرات اللي احنا بنتكلمنا عليها دي كلها ما موجوده. يعني ما موجود. انا لو طفلي ده 10 سنه انا او طفلتي 10 سنه انا خلاها تتزوج وبكره تحمل وتولد وكده. الفكره ما انه البنت وصلت فيسيولوجيا عندها قدره على الحمل والولاده، لكن الاهم مقدرات العقليه، تعاملها مع الطفل، اهتمامها به ورعايتها به واحساسها هي كأم. الامومه دي الام ما بس هي اللي بتلدي، الامومه دي مشاعر. صح. وحاسيس. صحيح. انا قاعد اقول احنا كان بقينا دكاتره وكان بقينا ايه وبقينا ايه، في النهايه احساس الام هو الغالب. صحيح. انا قاعد اشوف المراه الناجحه هي المراه اللي بتكون ام ناجحه في البيت. مهما وصلت من مراحل يعني. فالامومه دي شيء مختلف وشيء عظيم جدا في الحياه يعني، وعايز مقومات معينه. صحيح. انتم كاخصائيين نفسيين كدكتوره اسراء، يعني اكيد البلد كلها لازم يعني تتفق في انها هي ترسل رسائل توعويه يعني، لكن انتم دارين شنو مثلا من الجهات الاعلاميه او الناس اللي عندها منصات على مواقع التواصل الاجتماعي في انه يساعدوكم في موضوع زواج القاصرات او زواج الاطفال يعني؟ اول حاجه ده احلى سؤال واهم سؤال، لانه انا دائما شالنا حمله على الاعلان وهجوم. احنا ما عندنا على وسائل الشاشه اي برنامج توعوي مختص بالاسره والطفل. صحيح. مباشره. صحيح. ما في. احنا لو لفينا كل العالم بنلقى انه في اكثر من برنامج يستضيفوا اسراء، دكتوره اسراء استضيفوا. نحن بنحاول قدر الامكان في برنامج 24 جرام يعني. أيوة. نخصص. أيوة. والله جزء. أيوة. كبير جدا. ايوه بس درجي اقول لك انه انت تستضيف دكتور اسراء سي من الناس صاد من الناس، لكن ما زي برنامج محدد انا بجيب القهوه على الشاشه في وقت محدد بيخدم، بيتكلم عن التوعيه، بوعي الناس المفترض يحصل شنو، مفهوم اهميه الاخصائي النفسي، الاخصائي الاجتماعي، بعض الافكار الى اخره. احنا بنلقى ناس مهتمه بالرياضه، بالسياسه، بالاكل، بتفاصيل مختلفه في الحياه، لكن مهملين الجانب ده. فاهم نقطه مفترض الاعلام ينتبه لها بصوره عامه، المرئي وبصوره خاصه الصحافه، انه يعني ندخل البيوتات السودانيه ببرامج هادفه توعي الناس، تتكلم عن كل التفاصيل اللي عندها علاقه بالاسره والطفل، المشاكل السلوكيه بتاعت الاطفال. صحيح. المشاكل السلوكيه بتاعت اللي عندها علاقه بالعمر المختلف، اشكال الشخصيه الى اخره. حاجه يعني نوعيه من البرامج تكون مميزه هادفه بتلقى متابعه. اتمنى ان شاء الله. ومهمه جدا لكل الاسر يعني. دوركم كبير اكيد دكتوره اسراء، ودورنا كبير نحن حتى في المجال الاعلامي انه نحاول كل. انا قاعد اقول السلاح الاول. يعني نحاول قدر الامكان انه نحن نوصل رساله للمجتمع انه الاهتمام بالبيئه بتاعت الاسره لانه اهم شيء يعني. الان انا عندي مجموعه من صديقات بيقولوا لي يا دكتور احنا لو حاولنا نعرف مثلا مشكله، عندي ولد تبول لا ارادي، بعمل ريسيرش في اليوتيوب، بكتب المشاكل السلوكيه للاطفال تبول لا ارادي، بمشي افتش الحلقه اشوفها يعني، حتى ممكن تكون من منطقه من بلد ثاني يعني. صحيح. فالناس بتبحث عن اشياء دي داخل. صحيح.
جهات مختلفة. نحن نتمنى إن شاء الله. في شكلة صغيرة كده جاءك من الـ من من الإعداد الـ يعني الأستاذ زي ما كمون هو مؤيد البرنامج جاء قال لك يا أخي نحن كنا دارين نتحاور معك أكثر ونفتح معك مواضيع لكن جيتين متأخر شوية. أنا تأخرت في 10 دقائق يمكن دوك الزروع والناس شوية رغم إن الليلة استبيت إجازة صحيح، لكن غصبا عني يعني صحيح. بعدين وقفت شوية في الوقود برضه. شوف دائما مدربي التنمية البشرية قادرين تماما يطلعوا من أي يعني من أي موقف يعني الله يديك العافية، لكن وعدي مني لكم اني تايم فانا جاهزه ان شاء الله. إن شاء الله. شكرا دكتوره اسراء شبيكه اخصائي نفسي ومدرب تنميه بشريه ومدير مركز كيوت للتدريب. الله يديك العافيه. شكرا جزيلا. الله يكرمك. مشاهدينا الكرام نحن لسه متواصلين معاكم في برنامج 24 جراد، بس فاصل صغير ونرجع لكم.